يرضيك يا دهب اللي بنتك عاملاه فيا؟ اصحى على الصوت العالي وانام على الصوت العالي، ده غير قله القيمه. اصطبحنا واصطبح الملك لله، كل يوم نفس الاسطوانه. خير يا طن؟ على فكره انت اللي غلطانه، لا مرعيه بيتك ولا مرعيه عيالك لما العيل هيفلتوا منك. مالها بقى بنتي؟ مالها بنتي؟ بنتي متربيه احسن تربيه. حتى هاشم اللي ما شفته مره بيسال العيال عاملين ايه في المذاكره، والله عيالكم هيبوظوا منكم. عيالي زي الفل، متربين احسن تربيه، بيروحوا احسن مدارس واغلى مدارس، وصارفه عليهم، وعيالي عاجبني. في ايه تاني؟ يعني يرضيك انها تعمل مني مسخه وتفرج عليا الخلف؟ عملتي ايه يا بت؟ اتفضلي افتحي الموبايل ورمك. دي ستيكرز واتساب ببعتها لاصحابي عادي. شايفه عامله ايه في وشي؟ خلاص امسحيها، ما يصحش ستك برضه. ما كل اصحابي عاملين وشوش اهلهم ستيكرز وبيهزروا معاهم عادي، هو ايه اللي احنا فيه ده؟ معلش يا اختي، احنا بقى اهالي غير اهالي اصحابك، احنا اهالينا عواجيز، خلقهم ضيق ودماغهم على قدهم، على راي المثل، يا مكبرنا يا مصغرنا. مش هبتطلعي فوق؟